تسمع فينا في كرهبة طريق السلامة للجميع. سعيد جدا باستقبال الرجل الثاني في زرو بوليتيك صاحب القامة الطويلة فارس الشعباني. مرحبا. طيب صباح الخير الناس الكل. فارس راهوش تعلق على ماتش كورة واحدة واحدة. متحمس اليوم جد بكري جد بكري جد بكري هذا كلاش مستغربين. ان شاء الله ديما هكا ان شاء الله معنا خير هكا هو. وكيف كيف نرحب من فارس نمشي للجميلة أضحوك البشوشة سندة نابي. مرحبا. صباح النور سيف. صباح النور للناس اللي تسمع فينا الكل على موجات كابا فام. ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم اسعد الايام. يخليك سندة. احنا مستنسين اول الفقرات متاعنا هي فقرة اكتواليتي يوم برف. حبنا المرة دي نبدلوا هكا شوية الريتم نبدلوا شوية الفقرات ونبدأوا بفقرة كاب موتيفاسيون مع سندة. كاب موتيفاسيون. ايوه سندة. ايوه سيف. علاش باش نحكيو جماعه؟ باش نحكيو اليوم على كل انسان فينا في حياته يرتكب اخطاء معينه. وبيان احنا ماناش اللي هي الاخطاء ماهيش ليميتي ليميتي غراتويتمون هكاك. دونك كل واحد فينا كيفاش يتقبل الاخطاء صحيح. ماناش مليك طول ما احنا عايشين باش نقعدوا نغلطوا وباش نقعدوا نعاودوا نغلطوا مره اخرى ونتعلموا. دونك كل واحد فينا كيفاش باش يتقبل الغلطه اللي هو يغلطها وكل واحد فينا كيفاش من بعد باش يديريج حياته سينو الغلطه اللي غلطها. دونك اليوم باش نحكيوا شويه على كيفاش انه احنا نجموا نغلطوا في حياتنا وميم طون تنجم تصير معانا حاجات من الغلطات هذوكم يكونوا هما اكل عرفتك الضوء اللي باش ينور لك الطريق. معناها الاخطاء اللي نتعلموا منها نتعلموا منها باش ما نعاودوهاش في المستقبل. واضح. هاي تفضلي. اوكي. كل وسط حكايه تتلم برشا حكايات نعيشوها باللي فيها بحلوها ومرها واللي يتعدى بنصدر عمرها. أما ساعات ما تكونش حلوة النهايات وقتها أول كلمة باش نقولوها كانت هذه أكبر غلطة وياليتها لكانت لا صارت ولا هكا تعديت. باش تقعد تتمنى كان يرجع بيك الوقت والزمان التالي وتعدى للي صار وتعاود تاخذ القرار أنا في ثنية أخرى واللي تتشوف فيها هي الأصح وما تخليكش تندم على اللي صار وترجع تتحمل المسؤولية من جديد وتسأل روحك علاش مش ملول هكا بديت. أما لهنا أنت تغلط خاطرك ناسي ناسي اللي الكلنا مليانين غلط وعيوب والكلنا نغلط عادي رجال ولا نساء كنا ما فماش حد ما يغلطش. أما ساعات الغلط ما يفكرش اللي الكلنا عنا نفس الدي والكلنا نعانيو من ابتلاء اسمه الأخطاء لازم الكلنا نتعديو بها ووقتها الكل يولي يفتي وكينا في دار افتاء. الكل عايش متخصص وقاعد الغير ومتربص وعلى القاعدة وعلى الغلطة قاعد له يستنى وعامل روحه من الحكماء وحب يتعلى. أما لازمك تعرف اللي ما فما حد يشوف روحه غلط في بداية غلطته يكون فرحان مش يرى روحه ندمان. لازم يغلط ويكمل ويخلي روحه غيره يتحمل نتيجة غلطته. فما اللي يغلط مرة ويتعلم ويخاف من أي غلط فيه يسلم وأكيد هذا من الذكاء باش يتصنف. أما اللي يقعد بغلطه راضي مستهون ومتمادي هذاك يتصنف من عز الغباء. واللي ما يعرفش غلطه وين ولا يحب يغلط روحه وما يستعرفش بالاثنين فهذاك أكبر عدو لروحه ولو كثروا عليه الأعداء هو لنفسه أكبر ابتلاء. على خاطر اعترافك بالغلط هو أحسن دواء بطبيعتنا باش نقعدوا نغلطوا طول ما احنا أحياء. المهم في هذا الكل إنه نتعلموا ونلوجوا على الدواء مش نستهونوا بيه ونقولوا عادي ما نكبروش الموضوع على الفاضي. وقتها باش تفيق تفيق إنه مش كل الأخطاء سلبية ساعات تكون هي الميزة وتخليك تعيش حاجات ما كنتش تتوقعهم وماهيش عادية. ساعات الغلطة تحملك المسؤولية وتخليك إنسان جديد قادر إنه يوصل لبعيد ومن غلطته يخلق ثنية ويبني شخصية ويكون واعي بالحمل ويقدر اللي صار واللي لازم يتعمل. ملا أهم حاجة لليوم إنه لازمك تكون واعي إنه ماضيك مهما كان خايب وقراراتك مهما كانت غالطة وتجاربك مهما كانت فاشلة ورد بالك تندم عليها على خاطر هي اللي خليت منك أنت اليوم كيفاش تكون. وتفكر ديما اللي مع كل نهار جديد عندك 24 ساعة جديدة تنجم تستغلها باش تحسن واقعك. وتوا ما بقالي كان باش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله أيام حلوة بالطبيعة جايين. فارس تعلم الاخطاء نتاعك ولا بالطبيعة كان غلطة برك اذا عمي انا كنت معك وسمعني انا معك ليلة بالطبيعة هذه غلطي انا بس كلاشيت على عجل
ايوه والله العظيم. شوف هو العبد لازم يتعلم وعمره ما يندم الاخطاء نتاعو، خاطر انت شنو الدنيا دروس. وبالعكس الانسان اللي ما جربش حاجات هو يقول لك اذا كان انت خايف من حاجه ما تقعدش متردد ترى تعملها ولا ما تعملهاش، اعملها وكا واللي باللي باش يصير سواء غلط ولا صحيح باش تطلع متعلم حاجه. خلصوني نحكي على الاخطاء، انك تغلط وتتعلم الخطا نتاعك. فما ناس تغلط وما تتعلمش من الاخطاء نتاعها تحسبها عاديه، وفما ناس ما تعترفش اللي هي غلط اللي هي غلط. هاي فما برشا عباد هو يقول لك، فما مثل يقول لك اذا كان ما تعلمتش من الضربه الاولى تستحق الثانيه، معناتها ما تندمش وبالعكس خذها من كسوة خدمة كسوة في عبد ندمة تعرفته وانتوراج اي حكاية رايتك اي مستقبلك اي حاجة صحيت عارفك خدمت معاه مش عارف علاش حسيت استقصد فيك بالكلام هو رو ما سميش هو ما سميش اي مو ريت لو ريت نيت خلي يكون محضر خير الصباح اي خلي يكون محضر خير الصباح اي ديجا تعمل في الغلط لا 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 هاني هاني اش قلت انا طو هاني صلحت ديريكت خليني يكون محضر خير الصباح اوكي ايوه انا تعرفت ما غلطت خند انت بطبيعة بطبيعة تغلط مادامك انسان وعايش على على عايش على وجه الارض بالطبيعه باش تغلط بالطبيعه باش تغلط باش تغلط وباش تزيد تغلط. فما حاجه من الناس اللي تتعلم الاخطاء نتاعك تعترفي بالخطا نتاعك. والله شوف سيف لا نعترف اللي انا غلطت اللي انا غلطت هذيك حاجه مؤكده، مي ساعات تتعلم من المره الاولى وساعات تستحق المره الثانيه باش نجم تتعلم، هذيك الفرق وين. مي في الحالتين قاعده نتعلم، في الحالتين انا قاعده نفرز ما بين الغلط وما بين الصحيح. خاطر شو نقول لك اذا كان انا غلطت وندمت من بعد ندمت على القرار اللي انا خذيته كسوا كما قال فارس في عبد ولا في انتوراج ولا في خدمه ولا في قرايه ولا اي معنى كواكي سوا اي حاجه تصير معك به، اذا كان انا ندمت نقعد نتحسر انا على حاجه فاتت ديجا انا ما نجمش نبدلها، نقعد انا معناها نجري في جرد حاجه تعديت نحب نبدلها، هي تخليني نبدل اللي قعد نصلح اللي قعد معناها اللي تعمل بالغلط هات نصلحه خير من نقعد ندم على اللي تعدى. فما شكون اللي يغلط ويحبس في الخطا نتاعه واللي خايف انه يعاود يجرب مره اخرى خايف ليقدم ويغلط يعاود يغلط هو يحب يقول لك خليني كي غلطت مره بركه خليني ما عادش نحب نعاود نغلط مره اخرى خليني حابس فما فهمتني لا هذاك خاطر ديجا حاط في مخه هو باش يعاود يغلط هي كلها في 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 مخك معني كيفاش تخمم كيفاش تخمم بها هو ديجا حاط في مخه هو باش يغلط لا انا غلطت فما حاجه غلطت فيها دونك انا لازمني نتعلم منها نغلط في حاجه اخرى ما يسالش ما نغلطش نفس الغلط نفس الحاجه تولي المشكله فيك ما عادش تولي المشكله في معناها في الحاجات اللي دايرين بيك كي تعاود تغلط نفس الغلطه مره اثنين ثلاثه وقتها تولي المشكله فيك انت دونك انت لازمك تعرف كيفاش كي انت تغلط مره في حاجه دونك لازم تتعلم منها باش تتعدى مرحله اخرى في حياتك انت اللي خذيتو ديجا القرار اللي خذيتو انت وقيت روحك غلط فيه ديجا انت خذيتو فك الوقت هذاك فك مخك وقتها شنو قالك وانت قناعاتك وقراراتك كيفاش كانت تكون مي انت بعد التجربه الغلطه هذيك باش تعاود تاخذ قرار واحد اخر باش تعاود تاخذه سينو انت فاش غلطت وشنو تحب تصلح دونك لما فما الفرق مش كيما خذيت المره الاولى كيما خذيت القرار المره الثانيه اللي هو المره الثانيه انت ديجا متعلم حاجات ركزت اكثر كنت واقعي اكثر كنت فاهم الدنيا اكثر دونك باش القرار نتاعك باش يكون خير. هي كثره الاخطاء وكيفيه المعالجه نتاعها هي راهي تكون شخصيه الانسان اي بالطبيعه. شوف سيف فما معناه تعاود انت تتبلي بنفس الغلطه مرتين هي شنو هي ربي يبليك ولا يبتليك بنفس الحاجه مرتين مش على خاطر انت خايب اما على خاطر انت ما تعلمتش وربي حب يبليك بنفس الشيء مش انت وقتها تتعلم فمش متفق على روحك وتتعلم بالشيء مره اخرى واثنين وثلاثه باش يخليك تتعلم وتلقى حاجات جديده قدامك بدا تظهر عباد جديده تجارب جدد انجازات جديده مرحله جديده وتحدي جديد كما اللي سالوه قالوا له منين تحصلت على كل انجازات هذوما قال لهم القرارات الصايبه قالوا له منين تعلمت القرارات الصايبه قالوا لهم الخبره والتجربه قالوا له منين تحصلت على الخبره والتجربه قال لهم القرارات الخاطئه دونك لما ديما نرجع راهو اكل القرارات الخاطئه ولا الحاجات اللي غلطت فيهم راك انت من بعد باش يكونوا لك هذوك معروس انت تبني عليهم قراراتك الجدد دونك ما تصورش انت اذا كانك انسان معناها واعي وقاعد تتحمل في المسؤوليه نتاع حياتك وقاعد تديريجي في حياتك كما يلزم يكون ما تصورش انت باش تعاود تغلط مره واثنين وثلاثه في نفس الحاجه. فارس خطا قمت به وما تنساوش وتعلمت منه؟ والله برشا اكثر برشا برشا ما نعرفش برشا برشا فما ما عطيت الثقة في خويا وقتها باش طيب لنا الفطور
فهمني غلطة هيك فعندي وقتها من اسباجيتها وقتها فهمني انت صباتك بالخيوط خيوط صباتك قبل من اسباجيتي انت اخوي هي غلطة مرت اي واحد خوي باش يطيب له الفطور ما يثبت عليك ليش تقول مش الخوي والله العظيم غريبة ساعات اي ليه ساعات نحس روحي انا ياسر هكا نحكي ياسر سوري معناه ياسر سيريوز هذا اللي ما يعرفش فارس راه تبعت فارس هذاك هذاك هو مش غلطة غلطة تعلمنا منها هكا حسب الله ما نعمل ان شاء الله ما تكونش الغلطه اللي موجوده معاك انا صحيح لا لا ماشي نحكي عليك سنت ماشي سنت نفس السؤال اللي سالته الفارس اللي هو اكثر غلطه تعلمتي منها علمتك وكونت شخصيه سنت اكثر غلطه تعلمت منها عندي جواب خاطر سي بون طلع انه ما نعطيش ثقه ديريكتومون في العبد ممكن اذيك اكثر غلطه انا تعلمت منها انه كي باش يدخل عبد جديد لحياتي وهذه معناها من الحاجات الطبيعيه اللي يصيروا مع اي عبد مع اي انسان باش معناها يقابل عبيد يخرج عبيد من حياته يرجع يدخل عبيد اخرين لحياته دونك تعلمت ما عادش نعطي الثقه المفرطه خاطر كنت ياسر صاحب من اول مره الثقه المفرطه معناها ولات كل مرض فهمت تو كان نتحكم فيها بديت نتحكم انه ما عادش نعطي الثقه المفرطه في العبد اللي انا مازلت ديجادو معرفته خاطر انت ساعات عائلتك اللي تعيش معاهم مده طويله ياسر وساعه ما تتفهموش وتغلطوا في بعضكم فما بالك انت بانسان جديد تخلى حياتك ما يعرفش عليك حتى شيء باش يبدا يتعرف عليك وانت تعرفه مهما كنت صيفته معناه مهما كنت صيفت الانسان شنو هو كي تخلى حياته هي مش حكيت ثقه هي حكيت انك انت تعطي كميه اهتمام العبد اكثر من اللي هو يعطيك الاهتمام اكثر من اللي هو يستحق يستحق بجوست معه بالطبيعه مادام هو ما حاجه معناتها تتوقع من العبد هذاك الحاجات الباهيه الكل الحد نتاعها صحيح هو لا افراط ولا تفريط مش معناها مانيش باش نثق في العبد خاطر ما تيخو لقد ما تعرف صحيح على خاطر ما تبنيش هكاك علاقه باهيه وزاد مانيش باش نعطيك ثقه مفرطه ومحتاجين تو انه نبدلوا كلمه غلطت بكلمه جربت هذه اليوم نحب نتعدى الناس الكل محتاجين ياسر انه نبدلوا كلمه غلطت بكلمه جربت علاش خاطر كي تقول جربت تحسها حاجه معناها تحسها اكسبيريونس تعديت بها تجربه وراك باش تعدى بتجربه اخرى جديده وباش تصلح من اللي تعدى اما غلطت تحسها هكا تفكسيك في نفس البلاصه غلطه غلطتي في حق انسان ولا فهم في حق روحك وندمت عليها الغلط اكثر غلطه عملتها وندمت عليها ولو كان يرجع بك الوقت التالي ما تعاوديش تعملها اتمنى انك يرجع بك الوقت التالي ما تعاوديش تعملها لان باش نقول لك ما نتمنى حتى مرة انه يرجع الوقت التالي وما نعملش حاجة تعاودي على خاطر باش نكون لهنا ما تعلمتش حتى شيء اخاطر كان جاوبتك تو قلت لك راني ندمت على كل حاجة وراني نحب نصلحها ماذا بيا الوقت يرجع بيا التالي فالربريك نتاع الكلية كان نمشي انا نلوحها كي تغلطي في حق عبد يا سيف كان لازم اني نغلط في حقه باش نتعلم مره جاي ما عادش نغلط في حق حتى حد اخاطر احنا ريت احنا شنو هي كي تجي خارج الصباح تقول ربي يكفيني شر الناس أي. اما تقولش ربي يكفي شر الناس معناها شري انا للناس معناها فهمت اخاطر كنا ماشي بنا لي احنا كنا منزلين ماشي بنا احنا كنا منزلين اي دونك وقتها ديما في مخك اللي العباد باش يضروك اما في بالكش اللي انت راك تنجم تضر العباد فهمت لما انت كيفاش تخمم فيها زادك العاده اي فلسفه لما فلسفه مخك كيفاش تخمم فيها دونك اذا كان انا شن نقول لك راني ندمت على حاجات انا عملتهم سي موجود معناها في العقل الباطني موجود مش حكيت اني انا ما نحبش نعترف به لا موجود ونعرف اللي هو موجود لكن ما ندمش على حاجه تعديت وصارت وانا كنت فيها غلطه سندهوني نفهم من كلامك انك وقت اللي تغلطي في حق عبد ما معناها كان هذيك داخله في الحياه نتاعك اليوميه هذيك اللي باش تعلمك صحيت هي درس هو درس هو صحيت هو درس هو هي هذيك علاش قلت لك ما نقولش غلط ما قلتش روحها غلطه ما نعرفش معناتها نتعلم من الحياه ونتعلم ونكون شخصيتي لازمني نغلط في حق العباد والله هو معناها سديبون انت كيفاش مش انا نفيق الصباح نقول اليوم مش نغلط في حق فارس اليوم مش نغلط في حق سيف باش نتعلم ليه هي ماهيش نيه تتبنى في صحيح هي بالنية نعرف مانيش قصدها انا نحكي لك
اما جيت في في جيت يا تلا جيت الله جيت اطلب السماح والله جيت انك انك انت اسمعني فما فرق بين انك تقول غلطت راهو هو شنو يقول لك التونسي يقول لك خاف ملي يقول لك راني غلطت ما تخافش ملي يقول لك راني غلطت وخاف ملي ما يستعرفش انت تخاف منه مي انا نستعرف تستعرف نستعرف اللي انا اش قلت لك نستعرف انه فما غلطه نستعرف اني انا غلطت اللي هي موجوده في العقل الباطني وموجوده كاعتراف معناها الذاتي انه انا راني غلطت في حق العبد ولا في حق روحي نجم تغلط حتى في حق روحك اما انت ماكش مستقصدها مي هذيك اللي باش تعلمك خاطر انت كان باش تبنيها هذيك ك معناها اوبستاكل تعرقل لك انت حياتك في معناها في المستقبل راك ما عملت حتى شيء علاش قلت لك انا ما نقولكش راني ندمت خليها ما يسالش موجوده معناها في مخي وفي اللي تعدى موجوده من القدام راني باش نبني عليها حاجه جديده مانيش باش نبني عليها غلطه جديده السؤال والله شو تعرف بالاخطاء نتاعك طبعا انا تعرف ملالية لا ندمت عليه والله شوف ما عنديش برش ما نصورش خاطر انا تعرفني سيف اللي فما فهمتني اذا كان ربما غلط في حق عبد راه يستحق وانا نعرف روحي فهمتها وكان معتذر كذا كان جيتني معناتها فرصة نعتذر الكل ما عنديش توع في المباشر والله ما نعتذر كان من أمي وبابا كان نهار كي غششتهم هذوكم الوحيدين اللي بالنسبة لي أنا استحقوا أكثر بيت استحق الاعتذار واضح يعطيكم الصحة إن شاء الله ان شاء الله نكونوا ما نشغلتين في حق حتى انسان بتعرف ما نجموش نكونوا ما غلطناش في حق انت اما نتمنوا ان ما قصرناش في حق عبد والا ما غششناش عبد منا والا ما اظلمناش عبد خاصه ظلمتوا ها سورتو الظلم الظلم خايف والله خايب برشا وديما ماذا بينا نتفكروا قول النبي لا يلبغ مؤمن من جحره مرتين راهي هذيك ما تقالتش هكاك ما تقالتش سوديه هكاك باش تتعدى مرور الكرام من قدامك راهي اكيد فيها حكمه كبيره برشا 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 دونك نصيحتي للناس اليوم اذا كان غلطت في حاجه خذ هذيك بوان فور اللي كنتي باش تتعلم منها وما تنساش ديما اللي فما برشا غلطات وصلوا للمراحل متقدمه ياسر من حياتنا اللي احنا ممكن ما كناش نعرفوهم كيما الصغير اللي يبدا يمشي بشوي بشوي لابد باش يتيح باش ينجم يتعلم يركز ويمشي هكاك بالضبط دونك سويي بوزيتيف سويي بوزيتيف يعطيك صحه سندا فارس يعطيك صحه احنا مازلنا مواصلين معكم مشوار بعد شويه باش ترجعوا معنا في بقيه الفقرات لكن قبل هذا فاصل غنائي بعدها اجيكم بها في اخر موجز الاخبار ثم نعود لزيرو بوليتيك